أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة السيد جميل بن محمد علي حميدان أن بنك الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية منذ تدشينه في العام 2010 برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تطورا بارزا في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين بتقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لرواد الأعمال والأسر المنتجة. في تقرير مفصل قدمه حميدان أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي والمتعلق بإنجازات بنك الأسرة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، استعرض زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشروعات متناهية الصغر من 344 أسرة ومشروعا صغيرا في العام 2012 ليصل العدد الإجمالي في العام 2019 إلى ما يقارب إلى 6000 أسرة ومن أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمبالغ تجاوزت 13 مليون دينار بحريني، مشيرا إلى أن بنك الأسرة يستند على عدد من المبادئ في عمله تتمثل في توفير التمويل الصغير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بدون تقديم ضمانات أو كفالة وبدعم ومساندة من صندوق العمل تمكين مستهدفا بذلك الشرائح والفئات الأقل دخلا في المجتمع، موضحا أن تمويلات البنك أسهمت في ارتفاع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج بتنوع فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية والثقافية والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وفئة الباحثين عن العمل فضلا عن التطور الملحوظ في منظومة التسويق لمنتجات تلك الأسر والتي أسهمت في تحسين الدخل للأسرة.